طيب خلينا نكمل. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي هنعرف ايه عن ايه اكتر، هنعرف عن الهيومن اكتر، تمام. وانا عايزك تتخيل معايا ان الهيومن دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن جهاز، يعني عبارة عن كمبيوتر، تمام. في انبوت، في اوتبوت، وفي ميموري، وفي ذاكرة عنده يعني، وفي بروسيسنج بيحصل له. ولكن الزيادة بقى هنا عن الكمبيوتر هيبقى ايه؟ اللي هي حتة السايكولوجي اكتر، او حتة الايموشنز. وبالتالي احنا هنتعامل ان في انفورميشن بتدخل للانسان، تمام، عن طريق ايه؟ عن طريق الحواس بتاعته. انت بتشوف حاجه، انت قرات حاجه، فبتبدا ايه تستقبلها، او انت بتسمع صوتي فانت بتستقبله، بتبدا تحلله وتفكر فيه. انا عايز اعرف العمليه اللي بتحصل دي ازاي. انت بتاخد الانفورميشن عن طريق الحواس بتاعتك، وبعدين بتخزنها في الذاكره. ممكن طبعا تبقى في الشورت تيرم او اللونج تيرم ميموري، عارفين كلنا، او ممكن نكون مش عارفين عادي، مفيش مشكله، ان في شورت تيرم وفي لونج تيرم ميموري. يعني ايه؟ يعني في شورت تيرم مثلا ممكن حاجه تتخزن لفتره صغيره، تمام. لونج تيرم ميموري حاجه متخزنه لفتره كبيره، هتقعد معاك قدام كتير، تمام. ده طبعا هنتكلم عنها برضو بالتفصيل. وبعدين بقى اللي انت تعمل ريزونينج للمعلومات دهيت، المعلومات اللي انت سمعتها. بعد ما انت مثلا سمعت صوتي، تبدا تقول هو كان قصده ايه مثلا بكده، تبدا تفكر فيه، تبدا تعمل مثلا لو لقيت اللي انا قلت كلمه غلط تبدا تعدلها، او تبدا تحلل حاجه، تبدا تحل مشكله، تبدا تبرر، تبدا تعمل ريزونينج، يعني تفكر في الموضوع، وهكذا، تمام. وبعدين مثلا ايموشن برضو تتخيل، برضو نفضل على المثال بتاعنا. انت دلوقتي بتسمع صوتي، انت كارهني مثلا، لا مثلا يعني، فانت بتقول ايه اللي حسيت باحساس مثلا معين باتجاه الايه الصوت اللي انت بتسمعه. اللي انا عايز اقوله ايه، اللي انا عايز اقوله ان احنا هنتعامل دلوقتي مع الهيومن على انه انت بتعمل انبوت، تمام، بتاخد انبوت بتحلله، بتعمل بروسيسنج، بتخزن في الميموري، ممكن شورت تيرم ممكن لونج تيرم، وبعدين بتطبق الانفورميشن اللي انت اتعلمتها ديت، تمام. دي المحاضره باختصار. خلينا بقى نبدا ناخدها واحده واحده. مش احنا اتفقنا ان احنا دلوقتي هنتكلم عن الحواس، صح؟ يعني ايه الحواس؟ لو الحواس دي هتعمل ايه؟ هي البريسبشن، يعني هي الحاجات استقبال الانفورميشن، كانها الانبوت، تمام. يبقى تخيل الحواس ديت كانها انبوت، انت بتدخل معلومات، ماشي. طيب يبقى مثلا اول حاجه عندك هو الرؤية، صح، الفيجن، اللي هو الحاجة اللي انت مثلا السلايدز اللي انت شايفها قدامك دي، صح. يبقى السلايدز دهيت انت بتبدأ ايه تشوفها بعينك، تبدأ تحللها، تستقبلها الاول، وبعدين تعمل بروسيسنج وانتربريتيشن ليها، يعني تبدأ تحللها وتقول تعالجها، يعني كأنك تقول مثلا هنا مثلا في لون ازرق، هنا الفونت ازرق، وفي تحته خط. يبقى دي كلها ايه معالجه للكلام. طبعا انت ما بتحسش بكل ده عشان ده بيحصل في اجزاء من الايه، اجزاء من السمع، ماشي. خلينا نتكلم اكتر عن الاي، وممكن يعني ممكن تحس انك هتزهق شويه من الكلام ده هوت، علشان طبعا هو بعيد شويه عن ال يعني عن مثلا مواضيع اصلا دراستنا، تمام. ولكن عادي يعني، خليها معلومات كانك بتعرفها وفي نفس الوقت بتذاكرها، يعني تحس ان الموضوع جميل ان شاء الله. طبعا انا كلامي دوت مش مقنع خالص بالنسبه لك، انا متاكد، بس عادي يعني، احنا كده كده اصلا هنمتحن فيها فمحتاجين نذاكرها. طيب اول حاجه العين، تمام. ميكانيزم فور ريسيفنج لايت اند ترانسفورمينج ات انتو الكتريكال انرجي، يعني انت كانك بتحول الضوء دهوت ل الكتريكال انرجي، وتبدا اللايت دهوت كانه بيرفلكت كانه كل اوبجكت انت بتشوفه قدامك، يعني كان مثلا الشاشه اللي انت بتشوفها قدامك او السلايدز اللي قدامك دي بتعكس الضوء على عينك، يعني هي بتعكس الضوء، تمام، وبعدين بترجع على عينك انت بقى بتستقبلها وبتشوفها. طبعا مش هدخل في تفاصيل اكتر من كده، وحتى ممكن يعني انا مش هدخل في تفاصيل، زي ما مكتوب انا هقول ان شاء الله، تمام. فمثلا ان الايمجز ار فوكس ابسايد داون ان ريتنا، طبعا الريتنا دهيت اللي هي شبكيه العين، تمام. فشبكيه العين دهيت مثلا بيبقى فيها لو لايت فيجن، بيبقى فيها هاي لايت مثلا فيجن، اللي هو حاجات اللي انت تشوف الالوان معينه، يعني في مثلا بتشوف رينج من الالوان، وفي بتشوف ايه رينج تاني من الالوان، يعني تقدر تقول ان الريتنا دهيت ان هي شبكيه العين فيها اكتر من ايه، اكتر من جزء، كل جزء بيبقى مسؤول اللي هو يشوف كانه فريكونسي معين من اللايت، تمام. مش هتكلم برضو اكتر من كده خالص يعني. طيب انت دلوقتي شفت اللايت دهيت عن طريق اجزاء الشبكيه العين، وبقى شفت الايمج اللي قدامك دهيت، الشكل اللي قدامك دهوت، ووصل لدماغك. دماغك هتبدا تعمل ايه؟ البرين هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا تحدد الباترن، هتبدا تحدد مثلا لو في موفمنت، او الفيديو او الحركه اللي انا بحركها دي هتبدا تاخد بالها ان في حركه،
في باترن، في كلام مكتوب هنا في 4 سطور، في هنا لون ازرق، هنا في لون كذا، تبدأ تحلل الايه الحاجة اللي انت بتشوفها. ماشي؟ طيب interpreting the signal يعني قال لك اللي هو انت علشان بتترجم السيجنال ديت، ففي حاجات انت لازم تاخد بالك منها. ان احيانا الفيجوال انجل indicate how much view object occupies، يعني انت بتشوف زاوية النظر بتاعتك على اي object، على اي صورة مثلا قدامك، بتعكس مثلا الفيو ده هو واخد قد ايه من المساحة، يعني ده مثلا واخد قد ايه. تمام؟ انت كأنك بتقدر كده ان ده هو عبارة عن مستطيل، قول مثلا ده هو كام سنتي في كام سنتي، وايه مش عارف ايه الكلام من ده. تمام؟ يبقى هي دي اللي مسؤولة عن الكلام دوت، اللي هي الزاوية اللي انت بتبص عليها. طبعا لو انت غيرت الزاوية كده هتحس ان الاطوال ممكن تختلف. تمام؟ طيب ال visual acuity is ability to preserve detail، اللي انت تبدأ تقدر تقول ايه مثلا في النقطة دي، اللي انت تبدأ تشوف الديتيل بتاعت الصورة. يعني هنا مثلا هنا بتبدأ تشوف ايه، ان في هنا حجارة مثلا، هنا في ريكتانجل، هنا في مش عارف كذا. تمام؟